يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أرجو إفادتي بارك الله فيكم عن حكم سماع قراءة القرآن الكريم بالنسبة للجنب سواء كان رجل أو امرأة، وأيضا الأحاديث الصحيحة. لا يجوز للجنب يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة عن قراءة القرآن. كذلك الحائض على الصحيح لا تقرأ القرآن، إن عليها حدثا أكبر مثل الجنابة، لا تقرأ القرآن إلا إذا احتاجت إلى هذا، مثل عندها اختبار ويفوت عليها، أو تحفظ شيئا من القرآن وتخشى أن تنساه، لا بأس أن تكرره لتثبيته، تثبيت حفظه، ولو كانت حائض للحاجة. نعم. وبالنسبة يا شيخ للسماع، سماع لا بأس، الجنوب يسمع القرآن والحائض تسمع القرآن. نعم.